محمد الأستاذ سهيل الرميثي مدير قطاع خدمات جهات العمل والمؤمن عليهم بصندوق المضاربة للتقاعد. أستاذ سهيل يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك اخوي. صباح الخير. صباح الخير لكل المستمعين. صباح النور، يعطيكم الصحه والعافيه. مشكور على وجودك معنا. والقرار الجديد تمديد فتره تقصير تكلفه ضم مده الخدمه السابقه، اهميه مثل هذا القرار بالنسبه طبعا للمؤمن عليهم؟ طبعا بالنسبه لاهميه القرار الجديد اللي صدر والخاص بالمؤمن عليهم اليوم، وفقا لاجراءاتنا في تقسيط تكلفه ضم الخدمه اللي كانت معتمده سابقا في الصندوق، المؤمن عليه كان اقصى فتره يروم يقسطها 5 سنوات بالنسبه للحالات اللي كانوا يردون قيمه المكافاه، لكن اليوم بموجب هذا القرار الجديد سمح لهم انهم يسددون على 10 سنوات. كان طلب في هذا الموضوع أعتقد خلال الفترة الماضية، تم دراسته والآن تم إقراره؟ نعم. بالتأكيد تم دراسة الموضوع وما فيها مصلحة للمواطنين. اليوم القرار هذا بيسهم في أريحية للمواطنين في سداد الأقساط الشهرية، وبيساهم في تعزيز الاستقرار المالي لهم طبعا. أكيد. في حال نحن مددنا من 5 سنوات 10 سنوات، اليوم بيخفض قيمة القسط الشهري بشكل كبير عليهم. ممتاز. ينطبق القرار هذا الجديد على جميع المؤمن عليهم ولا هناك فئات محددة فقط؟ نعم، اليوم القرار ينطبق على جميع المؤمن عليهم طبعا، اللي يسددون حالياً الأقساط ويردون تكلفة الضم على أساس رد قيمة المكافأة المصروفة لهم، وكذلك ينطبق على جميع طلبات تقسيط ضم الخدمة. في الفترة السابقة يوم صدر القرار تم تعديل في سداد قيمة تكلفة الضم إلى 26% كمقابل للضم على الراتب اللي تؤدى عليه أساس الاشتراكات. اليوم نحن نقدر نقول أن هذا القرار يشمل الجميع اللي يسددون الأقساط، سواء كان يردون المكافأة المصروفة لهم أو يسددون على مقابل 26%. في بعضهم ما يعرف أن أصلا التسديد هذا لقيمة ضم السنوات السابقة في تقسيط شهري أو في 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 5 سنوات سابقة قبل هذا القرار الجديد بمد هذه الفترة 10 سنوات، فكان حتى يعني متردد في عملية إنه يضم سنواته السابقة لأنه ما عنده المبلغ الإجمالي لقيمة للقيمة المالية المطلوب طبعا سدادها من أجل ضم السنوات الماضية. صحيح. فأكيد هذا القرار بيساهم في إنه يشجع المواطنين اليوم إنهم يبدون يسددون على الأقساط بما إنه صار في تمديد من 5 سنوات ل10 سنوات. طيب، في شروط وضعها الصندوق من أجل الموافقة على طلبات إعادة جدولة الأقساط؟ اليوم ما في أي شروط محددة طبعاً. في حال رغب المؤمن عليه إنه هو يمدد في سداد الأقساط بسهولة، اليوم يدخل على الموقع الإلكتروني أو تقاعد بضبي ويقدم على إعادة الجدولة حق الأقساط المتبقية ويقدر يمدها ل10 سنوات بكل أريحية. في إعادة جدولة بالنسبة للي عندهم الرغبة في تمديد الفترة؟ صحيح، في إعادة جدولة، فقط يدخل على الموقع الإلكتروني أو التطبيق ويختار خدمة تعديل الأقساط الشهرية في الموقع الإلكتروني، وبإمكانه بسهولة أنه يمدد في فترة الأقساط. هي أصلا يعني تحصيل حاصل لإعادة الجدول اعتبار أن 5 سنوات صارت 10 سنوات، فبالتالي أكيد يعني الأقساط الشهرية راح تنخفض إلى النصف، 50% أتوقع. أكيد أكيد راح تنخفض للنصف، بس اليوم نحن نقول جدولة الأقساط مش إجبارية. هي عملية اختيارية بناء على رغبة المؤمن عليه، متى ما هو رغب أنه يمدد في أقساطه له الحرية أنه يطلب إعادة الجدولة. بالضبط، هي عملية إعادة الجدول مرتبطة بتمديد الفترة الأقساط. صحيح. صحيح. إذا ما يبغي شو اسمه يعيد جدولته، يعيد جدولة الفترة الزمنية، فبالتالي راح يظل على 5 سنوات بنفس الأقساط. نعم، يتم على نفس الأقساط. صحيح. طيب، هل ينطبق القرار على طلبات ضم الخدمة الحالية فقط ولا حتى القادمة بعد؟ لا، القرار اليوم يشمل جميع الطلبات تقسيط مقابل الضم، سواء كانت الحالية والمستقبلية، أي طلبات جديدة يشمل هالقرار. ممتاز. الخدمة جاهزة حاليا؟ نعم، الخدمة جاهزة حاليا ومتاحة لكل المواطنين المؤمن عليهم اليوم طبعا، اللي يقسطون يقدرون يدخلون على الموقع الإلكتروني للصندوق اللي هو www.pension.gov.ae، وكذلك يقدرون يقدمونها من خلال التطبيق الذكي اليوم تقاعد بضبي. ممتاز. كم يوم تقريبا يستغرق إنجاز الخدمة هذه؟ اليوم الخدمة تستغرق تقريبا 15 يوم مجرد ما يقدم الطلب، وأول ما ننتهي من المعاملة بالتأكيد توصل رسالة نصيه أن تم إنجاز طلب إعادة الجدولة. وعلى طول يتم الإصطاع يعني أول شهر قادم بعد إجراء الإجراءات كاملة؟
أول ما يقدم الطلب وتنتهي المعاملة ويقبلها يتم الاستقطاع أو البدء بالاستقطاع بعد شهرين من تاريخ تقديم الطلب. تاريخ تقديم الطلب من المعاملة. من تاريخ تقديم الطلب نعم. أها شهرين. نعم. ممتاز الله يوفقكم إن شاء الله. في توضيحة ثانية ممكن يحتاجها المستمع؟ طبعا اليوم نحن حطينا فيديوهات توضيحية يقدر يستفيد منها المؤمن عليه، يدخل اليوم على تقاعد وضبي اللي هو في التطبيق الذكي ويقدر يطلع على الفيديوهات التوضيحية اللي تساعده وتساهم في أنه يقدم طلبه بكل أريحية وبكل سهولة. والنقطة الثانية اليوم المؤمن عليه يقدر يتحقق من تاريخ الاستحقاق للقسط، مجرد ما أنه يدخل بعد على التطبيق الذكي يقدر يتابع حالة معاملته ويقدر يعرف متى القسط بيتم استقطاعه. ممتاز. طيب عندي سؤالين وصلنا عندنا يعني على نظامنا للرسائل، ممكن يعني في نفس السياق. الأخ المستمع يقول استنادا إلى القانون فإن المتمتع بجنسية دولة الإمارات يستحق انضمام أو يستحق انضمام إلى الصندوق اعتبارا من تاريخ حصوله على الجنسية، هل يعتد بسنوات الخدمة السابقة ما قبل حصوله على الجنسية ويضمها إلى خدمة الحالية؟ نعم، اليوم المواطن اللي حصل على الجنسية طبعا الفترة ما قبل الجنسية بإمكانه أنه يقدم على طلب ضم الخدمة وتحسب على أساس 26% من تفاصيل راتب اليوم الراتب الخاضع للاستقطاع، وطبعا ينطبق عليه فترة السداد 10 سنوات. يعني يعامل مثل المواطن صحيح؟ نعم. نعم. شم تقول اشتغلت 10 سنوات بالجواز العربي، يعني جوازة غير إماراتي في السبعينات براتب 3000 درهم، كيف تحاسبوني أدفع 400,000 درهم على ضم الخدمة؟ اليوم قرار ضم الخدمة أو طلب ضم الخدمة اليوم طريقة احتسابه 26% من تفاصيل الراتب الخاضع للاستقطاع اليوم. صحيح أن الأخت شم اشتغلت في الفترة السابقة وكان راتبها 3000 درهم، ولكن تقديم الطلب صار اليوم. فهو عادة يتم الاحتساب 26% من تفاصيل الراتب الخاضع للاستقطاع اليوم وقت تقديم طلب الضم، فتقديمها لطلب الضم كان اليوم. فتحاسب على أساس راتبها اليوم. مش الراتب السابق. لا ما تحاسب على الراتب السابق. لو كلنا نحاسب على الراتب السابق كان الحساب كان أقل يعني. أكيد أكيد. مما هو متوقع نعم. حاليا لأن الخصم في الأساس كان أقل بعد. نعم الخصم كان أقل والفترة نعم. كانت سابقة. صحيح. أكيد. الله يوفقكم. بس هذه التساؤلات اللي كانت طبعا عندنا واردة عن طريق الرسالة النصية. الله يحفظكم ووفقكم. مشكور الأستاذ سهيل الرميثي مدير قطاع خدمات العمل ومن عليهم بصندوق أبو ظبي للتقاعد، وإذا في حاجة بنتواصل معكم ما بتقصرون طبعا أكيد إن شاء الله. مشكورين حق الخدمة. الله شكرا يحفظ. الله يحفظكم العافية. شكرا يعطيك العافية. مع السلامة. سلام.